أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل لا يصلي، عقد على امرأة ثم صلى قبل الدخول بها، هل يجدد العقد ولو صلى بعد الدخول؟ ما يقول؟ عفى الله عنكم، رجل لا يصلي وعقد على امرأة ثم صلى قبل الدخول بها، يعني تاب، صلى يعني تاب. نعم، السؤال ما هو لا يصلي يعني تارك للصلاة، وعقد على امرأة هو تارك للصلاة على امرأة المسلمة، هذا لا يجوز ولا يصح العقد. ثم تاب بعد ذلك يعاد العقد، إذا تاب يعاد العقد من جديد، لأن العقد الأول غير صحيح. قوله تعالى: ولا تمسك المشركين حتى يؤمنوا، ولا تمسك يعني لا تزوج المشركين حتى يؤمنوا. قال سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا تلزمهن، فإن علمتم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وتارك الصلاة كافر، لا يصح عقده على مسلمة. لكن إذا تاب توبة صحيحة فإنه يعقد له من جديد.